والآن نتحول إلى أخبار الطقس. يستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة محمد عبد الله، إليك مرة أخرى. شكرا محمد وشكرا هبة. وإلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل الحرارة ورطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 39-26، الإسكندرية 35-25، مطروح 32-23، بورسعيد 36-25، والإسماعيلية 39-26، إلى السويس 39-26، العريش 36-24، طابة 40-26، شرم الشيخ 41-30، والغردقة 41-30، وإلى الأقصر 44-29، أسوان 45-30، الوادي الجديد 45-28، شلاتين 41-30، وحلايب 38-31. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.